السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم نتحدث عن أجهزة التنفس الصناعي الفنتيليترز اللي مؤخرا ظهرت بخصوص أزمة كورونا، وصارت تنعمل من بعض الدي اي وايرز أو من بعض الهواة، وكمان نشوف بعض الشركات الكبيرة اللي عملت الأجهزة تبعتها أوبن سورس بحيث أنه يتم تصنيعها. هنعلق تعليق بسيط على كلتا الحالتين ونشوف فعلا إيش الحاجات اللي لازم ننتبه فيها إذا بدك أنت تعمل هيك أجهزة. طبعا مؤخرا شفنا بعض التصميمات الكثيرة موجودة على اليوتيوب وعلى الفيسبوك بخصوص كيف عملية تصنيع هيك أجهزة. باختصار هم بيركزوا على الجانب الميكانيكي أكثر، بحيث أنه هم يعملوا ضخ لهواء معين داخل رئة المريض، وبحيث انه يعني يعملوا تزويد بالهواء اللازم او بالاكسجين او بالخليط تبع الهواء اللازم والاكسجين، بحيث انه يوصل للمريض حتى لانه بيعاني الان من قدرته على التنفس. اغلب التصميمات اللي بنشوفها يمكن اونلاين وبنشوف التركيب تبعها بتركز انه في عندك عنصر بيعمل على ضغط بالونة معينة فبتضخ هذا الهواء، او بعض التصميمات بترتكز على انه يكون في عندك مضخة او بمب هي بتضخ هذا الهواء داخل رئة المريض. لكن كل التركيز تبع هذه التصميمات هو عبارة فقط عن انه كيف احنا نضخ الهواء ميكانيكيا، وبعض ممكن يضيفوا لها بعض العناصر الالكترونية، ولكن ايش المشكلة في هيك تصميمات؟ طبعا كمان الامر وصل انه MIT University في بعض الطلاب عندها والباحثين عملوا برضو جهاز، ويمكن عملوه اونلاين يعني فري علشان يعني الناس اللي حابة تصمم واحد ممكن تصمم. زي ما احنا شايفين تصميم الجهاز برضو بنفس الطريقة، بالونة ويتم ضغطها وهي بتضخ الهواء الى رئة المريض. زي ما احنا شايفين هنا في الصفحة تبعتهم اول جملة كاتبينها انه انت لو بدك تعمل بناء لهذا الفنتيليتر لازم تقرأ السبيسيفيكيشن، الخصائص تبع جهاز الضخ هذا او جهاز التنفس الصناعي، لانه مش لازم بس تضخ هواء فقط. ففي عندنا هنا علامة استفهام لازم احنا نأكد عليها. طبعا هنا كاتبين ايش المواصفات تبع الجهاز وصور عليه، وطبعا في صفحات تانية حاطين الجهاز وصور الكومبوننتس اللي مستعملينها. زي ما احنا شايفين كل هذه الكومبوننتس عبارة عن كومبوننتس يعني معروفة بالنسبة لمهندسين الإلكترونيات والهواء اللي هو أردوينو وبعض المضخات، وفي سنسور وحيد موجود هنا اللي هو البريشر سنسور اللي هو سنسور الضغط. طبعا هنا حاطين برضو كمان بعض الصور الثانية للأمر هذا، ولكن زي ما قلنا منبهين انه انت لازم تقرأ السبيسيفيكيشن اذا انت بدك تبني هيك جهاز. وزي ما هو واضح انه في بعض الحاجات لازم انت تكون عارفها لو بدك انت تضخ هواء داخل رئة الانسان. طبعا المشكلة يا شباب انه انت لما يجي مريض الكورونا بيجي اذا كان في مرحلة متأخرة بيجي الرئة مليانة صديد ومياه، هي هذا اللي بتمنعه وبتعمل صعوبة في التنفس، وبالتالي انت لما تيجي تضخ هواء بضغط واحد ثابت او بحجم هواء ثابت انت كأنك بتوسع الرئة او ما بتناسبش حجم الرئة الموجودة. ممكن يكون رئة صغيرة او كبيرة، ممكن تكون رئة مهترئة، يمكن يكون مدخن، او رئة صحية وانت قاعد بتضخ فيها هواء اكثر من لازم، فانت بتوسع او بتغير في حجم هذه الرئة. وبالتالي احنا بدنا هذا المريض يتساعد في عملية التنفس وبده مساعدة، ولكن مش اي مساعدة بتنفع، مش اي ضغط هواء او مش اي حجم هواء انت بتضخه في هذه الرئة. وبالتالي العيب الصغير الموجود في بعض التصميمات مش كلهم انه ما فيش فيها سنسورز بيقول لك قديش حجم الهواء اللي يتم ضخه في هذه الرئة، قديش سرعة معدل التدفق للهواء، وقديش الضغط اللي انت قاعد بتضخ فيه هذا الهواء لداخل الرئة. وبالتالي من غير هذه السنسورز انت لا تعطي معلومات كافية للممرض للدكتور انه ايش اللي بيصير، هل فعلا المريض يستجيب بإيجابية ولا سلبية ولا في خطر عليه. وبالتالي هذه التصميمات الموجودة ميكانيكيا ممكن تكون ناجحة، ولكن سنسوريا وعلميا بدها بعض التحسين. طبعا زي ما احنا شايفين هنا في الصفحة كاتبين بعض المصطلحات ممكن انا اكون بعرفها ممكن اكون ما بعرفها. هنا مقدار التنفس في الدقيقة الواحدة يكون بين 8 او 40، معناته الكلام انت لازم يكون في عندك معايرة، لازم تقدر تدي للممرض او للدكتور انه يقدر يغير هذا الريت، وإلا حجم ثابت او ضغط ثابت ممكن يضر المريض. في عندك حاجة اسمها التايدل فوليوم، هذه ممكن تكون بين 200 ل 800 مللتر. في عندك الريشيو ممكن يكون هذا تبع الزفير والشهيق، مش كتير انا متأكد من هذه المعلومات لانه انا مش 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 مهندس طبية ومش دكتور او قريب من هذا السيكتور، وبالتالي هذه الحاجات كلها ما اقصد فيه انه لازم يكون في عندك سنسور تعطي معلومات للدكتور او للممرض انه يشتغل عليها بشكل كويس. وبالتالي في معلومات هنا
قليلة، ولكن على ما أعتقد كفاية أنك أنت لازم تحط بعين الاعتبار أنه هذه تعملها حسابات أو تخليها available في الجهاز تبعك. طبعا هذه الصورة بتوضح جهاز تنفس صناعي من أجهزة أمريكية على ما أعتقد، وبتشوف أنت يمكن بعض الكومبوننتس واضحة ومن غير تفسير، أنه في عندك هنا كومبريسور اللي هو عبارة عن ضخة الهواء، في عندك بعض الفالفات، في عندك بعض الفانز، في حاجات شباب في التصميم هذا. احنا الان في ازمه، وبالتالي لازم ان يعني ناخذها بعين الاعتبار، وفي حاجات مش لازم ناخذها بعين الاعتبار. مثلا لما يقول لك الكيس تبعته اللي هو البودي تبعه لازم يكون مضاد للصدمات، وكمان يعني ثيرموبلاستيك يكون يعني بتحمل حرارات مختلفه وما بتاثرش. يعني الان احنا مش في هذا المنطق، ممكن هذا نستغنى عنها. بقول لك الايد بتتحمل يعني 75 ال بي اس، برضه الضغط والشد والحاجات هذه برضه ممكن نستغنى عنها، ولكن في حاجات تانية كتير لازم احنا ناخذها بعين الاعتبار، زي السنسرز والاوتو كونسنتريتور، في عندك الميترنج فالف. يعني في بعض السنسورات بقول لك لازم حتى تكون دقيقه جدا، واحد من الالف الدقه تبعتها، علشان يعني تكون مناسبه لحاجه اسمها تنفس جهاز تنفس صناعي. وبالتالي هذه يعني بعض الحاجات تشوف يعني قديش فيها ثلاث اربع سنسورات على الاقل، عشان انت ايش تقول عن جهازك جهاز تنفس صناعي. في بعض الحاجات ممكن احنا نطنشها، زي مثلا بقول لك الصمامات لازم تعمل مثلا 30 ألف مرة، البطارية 500 تشارج ديستشارج هذا مش مشكلة، السيلونويد هنا ممكن يعمل ل 130 مليون مرة، احنا مش مشكلة هذا الامر الان نركز عليه. ولكن لو احنا بنستخدم فالفات او سيلونويدز او مضخات من شركات معينة معروفة، او ناخذها من اجهزة هي اصلا طبية، احتمال برضو تخدم معنا بشكل جيد وللمدة المطلوب منه جهاز التنفس انه يخدمها. وطبعا في واحد اسمه روبرت ريد، وكمان له في شخصين عملوا عملية بحث على الانترنت مين اللي عمل فنتيليترز او اجهزة تنفس صناعي على الانترنت اوبن سورس متاحة للجميع. طبعا عملوا دوكيومنت، وهذا هو الدوكيومنت بأسماء هذه المشاريع كلها وكمان باللينكات، وراحوا هم من نفسهم كمان عملوا تقييم لهذه المشاريع، والتقييم في النهاية ظهر هنا. وبالتالي التقييم هذا مش معتبر، ولكن هو عبارة عن مساهمة منهم بهذا المضمار. فأنت ممكن تطلع على هذا الفايل، أحط اللينك أسفل الفيديو، بحيث أنك تشوف كل لينك وإيش هم عملوا، كيف شكل اللي عملوه، إيش الحسنات تبعته وإيش المساوئ تبعته. طبعا أنا فقط ضغطت على أول رابط فتح لي طبعا هذا الفنتيليترز، مكتوب إنه من دولة الكيان الصهيوني إسرائيل، وبالتالي هذا الآن يعتبر open source. ولكن نزلت تحت نفس الفكرة شباب، مش حاطين تقريبا سنسورات، هذا هو الحاجات، يمكن في فلاتر، في حاجات تانية أنا مش عارف شو هي هذا البيب، ولكن نزلت تحت قلت بدي أشوف الفايلات، يعني وين الفايلات، حاطين يعني شوية رسمات، ولكن الفايلات مش موجودة، مش محطوط أي فايلات. أنا مش عارف ليش مسمينه open source وهو ما فيش فيه فايلات لنعمل داونلود، وإذا احنا بدنا إياه لازم أعمل إيش، لازم أسجل اسمي وفورم والكلام هذا ما بحبوش أنا بصراحة. إذا أنت بدك تدي open source على طول حط الفايلات مباشرة. نيجي في الآخر لشركة اسمها ميديترونيك، هذه الشركة بتصمم معدات طبية، وفي النهاية قالت إنه علشان أساعد على النقص الموجود في العالم في أجهزة التنفس الصناعي، هي عملت واحد من الأجهزة تبعتها إنه يكون فري open source. وطبعا معنى فري انه ممكن انت تاخذ التصميمات اللي هي عاملاها وتعيد انتاج الجهاز، ممكن يكون بشركتك او يكون انت بنفسك ك دي اي واي. ولكن طبعا بعض الانجليز شككوا في نوايا هذه الشركه، انا مش هتطرق لهذا الموضوع بتاتا، انا مهمتي انه اخذ الموضوع بحسن نيه، وانه اشوف التصميمات تبعتها هل هي فعلا ممكن نستفيد منها، وشو ممكن نتعلم منها، وهل ممكن فعلا نعيد تصنيع هذا الجهاز ولا لا. طبعا الجهاز اسمه PP560، انت ممكن تروح على رابط الشركة وتشوف ايش هم الادعاء تبعهم انه فيها open source. هتلاقي طبعا في عندك فيرجن اول وفيرجن تاني بعد ما تعبي بياناتك. برضو الفيرجن الاول يتحدث عن بعض التصميمات وبعض الرسومات، هنشوف ان شاء الله في مرحلة ما التصميمات هذه. الفيرجن الثاني في بعض اسماء الكومبوننتس، وكمان في 3D CAD فايل يعني تصميم ثلاثي الابعاد، وفي لايسنس هنا هنشوفها الان بعد شويه، وفي كمان اللوحه المطبوعه ايش شكلها وكيف ركبوا عليها الحاجات، وكمان الفايلات السورس تبعتها الاصليه تبعتها. ولكن لحتى هذه اللحظه بيقولوا انه
كل الفايز الان موجوده ما عدا حاجه واحده، انه في مايكرو كنترولر، في متحكم دقيق في هذا الجهاز، وهذا بده برمجه، تمام؟ وهم لحتى اللحظه مش معطيينك الفايل تبع البرمجه تبعته، وبالتالي لحتى هذه اللحظه يوم 1/4/2020 هم مش نشرين السورس كود تبع المايكرو كنترولر، وبالتالي لا يمكن انتاجه. هل هينتجوه؟ هل هيطلقوه بعد هيك؟ ننتظر، وطبعا احنا نتوقع حسن نوايا منه، وبالتالي ان شاء الله يقدروا يعطوه. ولكن برضو في سؤال صغير، هل لما يطلقوا السورس كود هل هنكون قادرين على انتاج هذا السيستم ولا لا؟ طبعا لازم احكي عن اللايسنس اللي هم نشرينها. اللايسنس يمكن تلاقي في اول صفحة في المنتصف تقريبا حاجة اسمها limited term، في حاجة هيك محددة، تمام؟ لازم نعرف شو يعني التحديد تبعت اللايسنس تبعتها، هل هي open source على الاخر ولا لا محددة. طبعا كاتبين انه الداونلود الفايلز هذه والديزاين نت وكل الكومبوننتس تبعتها والسكيماتكس كلهم ممكن انت تعيد استعمالهم، ممكن تنتج فيهم اجهزة ثانية، ولكن من اليوم لحد متى؟ لحد ما تعلن منظمة الصحة العالمية انه خلاص انتهت ازمة كورونا، او ليوم 1 أكتوبر 2024، يعني تقريبا اربع سنوات ونص من الان. وبالتالي الموضوع مش مفتوح تماما، في شوية مشاكل، ولكن اغلب المشاكل هذه بالنسبة للدول العربية ما اعتقدش هتكون مشكلة الا اذا انت بدك تروح عالميا. هذا على ما اعتقد موجهة للشركات الامريكية يمكن والبريطانية والاوروبية، لو انت هتستعمل هذا الديزاين معك لمدة معينة انتج فيه، ولكن بعد هيك انا هبعت لك المحامي وخليه يوقف انتاجك او تدفع لي بعض الحاجات. ما بعرفش انا كيف بيعملوا اللايسنس وبيعاقبوا عليها لو هو عمل فايليشن لهذه اللايسنس. وبالتالي هذه الحاجه ممكن للشركات الكبيره او الخارجيه الاوروبيه والبريطانيه يمكن تكون يعني كويشن مارك عليها، ولكن بالنسبه لنا عرب ما فيش عندنا اللايسنس هذه. واحد ممكن يجبر اذا كنا داخليا، ولكن لو حكومات استعملتها برضو هذه مشكله. لو حكومه طلبت من شركه بعد 4 سنوات او بعد ما تنتهي الازمه بدنا هذه الاجهزه، وهم مستعملين الديزاينز تبعت الشركه هذيك، ممكن في لحظه من اللحظات لو عرفت الشركة ممكن تبعت المحامي للشركة وتطلب منها تعويضات كبيرة. فهذه هي بعض الحاجات اللي خلت بعض الناس الأجانب انه يشككوا في نوايا هذه الشركة، انه بدها بعد 4 سنوات تعمل مشاكل لبعض الشركات الثانية. وبالتالي ما توقعش هذه هتسبب مشاكل عندنا في بعض الدول العربية، الا اذا في واحد بعرف انه لا بتسبب، فياريت يقول لنا في التعليقات. هاي سبب اخر، مش هتسبب لسبب اخر، لانه في التصميمات حسب اطلاع عليها شباب، هذه التصميمات شوية قديمة، وفي بعض من الكومبوننتس مش موجودة اصلا، وبالتالي هنا في مشكلة. هل بعض الكومبوننتس اللي مش موجودة الان بتخلينا نوقف عن تصنيعها، ولا لازم نستبدلها بتصميم اخر؟ هذا مشكلة ثانية، انه في بعض القطع مش موجودة الان في السوق، وبالتالي زي كأنه بقول لك خد صنع هذه الحاجة بس مش هتلاقيها في السوق، مش هتلاقي القطعة تبعتها، تمام؟ هنا مشكلة. تاني شغلة شباب، انت ممكن تحاول على هذا الامر على ما اعتقد، انه انت ممكن تفهم التصميم ولكن تصمم تصميم اخر من عندك، بس على الاقل تتعلم من التصميم الموجود. وهذا هو الجانب الايجابي لنا احنا لمتابعين قناتي، انه احنا مهتمين بالالكترونيات، بدنا نشوف حاجة من السوق هيك ناخده هيك ونحلل ونشوف والله هذا مستعمل ومعتمد، تمام، وماخذ سيرتيفيكيتس كثيرة، وبالتالي احنا ممكن نتعلم منه، وممكن بعد هيك ناس شركات عربية تبدأ ايش تقلد وتنتج هذه الحاجات. مش مشكلة بداية التعلم التقليد، ولكن بعد هيك ان شاء الله الابداع. وبالتالي لو انت شركة معدات طبية وتستهدف عالم خارجي او يعني حكومات، وبالتالي انتبه لهذا اللايسنس منيح، بحيث انك انت تتجنب اي مشاكل معهم بعد 4 سنوات. طبعا بالنظر للملفات شباب الموجودة، يمكن تقريبا هم عملوا اول فيرجن زي ما قلت لك فيها السكيماتيك، وهذا الشيء مهم جدا انه نطلع عليه، وان شاء الله انا بدي احاول اطلع على السكيماتيك هذا في الحلقة الجاية، ونشوف ايش ممكن نفهم منها ونتعلم منها علشان ايش نستفيد في بعض التصميمات تبعتنا. في طبعا كاتبين يعني او حاطين بعض الدوكيومنتس المهمه جدا في المانيوفاكتشر، بدنا نتعلم هو لما انا اجي اصنع جهاز هو كيف يعني بتتم عمليه المانيوفاكتشرنج وعمليه توصيف كيف تتم العمليه. هذا موجود في الفايلات، في حاجات انا ممكن يعني استفيد منها وممكن اشرحها على القناه، وفي حاجات انا بصراحه اوت.
بقدرش اعملها. تمام، الفيجن الثاني من الفايلات زي ما قلنا بيحتوي على 3 دي كاد، بيحتوي على البي سي بيز، وبيحتوي على بعض الدروينجز الميكانيكالي اللي هو زي الانكلوجرز، وكيف بيعملوا عمليه ترتيب القطع في الداخل، وكيف هم بيقولوا للناس اللي بتصنع نفترض في الصين، كيف بيقولوا لهم كيف يعني يربطوا بعض القطع وايش لازم حاجه قبل الثانيه. وبالتالي هذه الحاجات مفيده لنا في كيف نفهم عمليه التصنيع، ولكن كالكترونكس احنا بنطلع على فايل واحد اللي هو ايش، اللي هو عباره عن السكيماتكس. طبعا هذا هو السكيماتكس شباب اللي هم ناشرينه، تقريبا يمكن هذا اول فايل من الفايلات. تقريبا هاي المايكرو كنترولر اللي مستعملينه في هذا الجهاز هو عباره عن ST10F276، وعلى ما اعتقد هذا هو من شركه ST، وتقريبا هو 16 بت مايكرو كنترولر. طبعا بالنزول في عندك هنا رام، تمام، وهنا المايكرو كنترولر، وفي تحت كمان هنا في برضه ميموري ثانيه، تمام، وهذه قطعه ثانيه عباره عن UART، ولكن هنا كمان ميموري. ادعائي على انه ممكن بعض القطع تكون مش موجوده، يمكن في بعض الدول مش موجوده، ولكن في بعض المناطق يمكن تكون موجوده، وبالتالي لازم الحرص في انك انت تعرف القطع هذه هل موجوده ولا لا، تفحصها في البدايه، تمام. ولكن الجمال في هيك فايلات، احنا كمهندسين الكترونيكس احنا بنستمتع برؤيه هيك ديزاينز، ولكن بدنا نفهمها عشان نعرف نستفيد منها. فان شاء الله الحلقات الجايه ان شاء الله بعمل هذا الشغل. فهذا هو تعليق المتواضع على هذا النوع من الاجهزه اللي يتم تطويرها في من بعض الشركات او من الدي اي وايرز، بحيث انه ننتبه لبعض الشغلات. انا لست خبيرا في الاجهزه الطبيه ولا في الاجزاء الميكانيكيه للاجهزه الطبيه ولا في المعلومات الطبيه اصلا، ولكن هندسيا والكترونيا انا ممكن اشارك فقط ببعض معلومات، وهيني شاركت في هذا الامر. فأتمنى قبول هذا التعليق، وهذا كل شيء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.